مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من أنتي ثروة. هنتكلم النهاردة عن الخرس الزوجي، وهي مشكلة كبيرة بتؤدي إلى الفتور وسوء العلاقة بين الزوجين. طبعا مش بس بتأثر على الحياة الزوجية، بتؤدي لازدياد نسب الطلاق والخلع، وبتأثر كمان على الأطفال ونشأتهم وتربيتهم. هنتكلم عن الخرس الزوجي وهنعرف يعني إيه الخرس الزوجي مع دكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وخبير شؤون الأسرة والطفلة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة، نورتيني النهاردة في برنامج أنت ثروة. اهلا بيكم سيل زوي. ربنا يبارك في حضرتك. مبدئيا طبعا كلنا عايزين نعرف يعني إيه الخرس الزوجي. هو الخرس الزوجي بمنتهى البساطة أقدر أقول إن هو نتاج طبيعي أو مساواة طبيعية أو فطرة طبيعية بتنتج عن البله العاطفي. يعني ايه البله العاطفي؟ بسبب البله. الحقيقة أقول لك ليه، لأن مفيش حد بطبيعة الحال ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو عنده بله عاطفي أبدا، ولكن فكرة الفتور اللي بيصل إلى حد المهانة أو التجاهل او الشبع اللي هو بقت القصه بالنسبه له مش لازماه، او هي القصه بالنسبه لها مش لازماها في حاجه، هم اتعودوا على الحب العادي والعاطفه العاديه، وبدات الدنيا يبقى فيها يعني شيء من الفتور العاطفي وشيء من الخرس السلبيه في الزوجي. التعامل. علشان بس المعنى يوصل للمشاهدين بشكل ايسر وسهل، اللي هو ان انا والزوج او العلاقه الزوجيه مش بيتكلموا ما مع هي بعض، هتبقى ما النتيجه بقى. بيتكلموش مع بعض في اي حاجه. لا، هي الفكره مش ان هو ما بيتكلموش، هو بيتكلموا بس هو بيتكلموا في الخناق بس، يعني احنا شغالين بغبغانات بس الحقيقه، لكن في الكلام العادي اللي هو في حوار مفتوح او ان في نقاش او في مشكله في الاسره نقدر ان احنا نحلها مع بعض، لا. عشان كده احنا بنقول خرس زوجي، يعني هو مش خرس بوجه عام، لا هو خاص بالازواج فقط، وده معناها ان هم فقدوا كل سبل التعايش السلمي اللي تخليهم يبنوا اسره بناء سوي نفسيا بشكل او باخر، ودي طبعا نتيجته بتبقى سلبيه عليهم طب وعلى الاولاد. معنى كلامك ان دي نتيجة، طبعا الخرس الزوجي ده نتيجة، نتيجة طبعا. لإيه بقى؟ إيه اللي حصل أدى إلى الخرس الزوجي؟ عاطفة ماتت، اختيار خاطئ من الأول، عدم تفاهم أو عدم التجاوب، اعتقاد إن إحنا في المدينة الفاضلة فلازم اللي قدامي دي تبقى كاملة بشكل أو بآخر، وهو كمان نفس وهي كمان نفس القصة، طب يبتغي سمات جمال غير عادية أو غير متوافرة اللي بشكل احنا كل طبيعي. واحد فينا معتقد ان اللي قدامه عايز يشوفه في احسن صورة، والحقيقة بتبقى عكس ذلك. طب السبب في كده هل يعني الاتنين مشتركين فيه، ولا هو السبب فيه الزوج ولا الزوجة ولا الاتنين سبب؟ والله هو الاثنين، بس عشان ما نظلمش برضو الموضوع اكتر من لازم، هو لازم يكون حد ليه كفه راكحه هي اللي بتبوظ الدنيا اكتر من اللازم، وطبعا دي اسبابها كتير جدا على مدار الحلقه هتلاقيها بتيجي مع نفسها واحده واحده، منها زي ما بقول لحضرتك الاختيار الخاطئ من البدايه، عدم تكافؤ الاجتماعي او التكافؤ ما انا المادي او اخد نقطه الثقافي. نقطه عشان اعرف اتكلم عن اسبابه. تمام. طيب لما اجي اتكلم مبدئيا عن الاختيار السيء او يعني سوء اختيار من الاول، فالمفروض اختار على اي اسس؟ يعني ما في الغالب بيبقى الزواج زواج صالونات، وهل هو زواج الصالونات سبب من اسباب الخرس الزوجي؟ وبرضه هنلاقي بعض الحالات واخدين بعض عن قصص حب طويله جدا، وبرضه بيوصلوا لمرحله الطلاق، وده بيحصل كتير جدا. فانا مش شايفه يعني لما اجي اتكلم عن الاختيار على اي اسس يتم الاختيار. بصي، هو شرعا المفروض القبول دي بدايه اصلا اي علاقه ناجحه ما بين كل زوج وزوجه، فلو في قبول من البدايه هنبتدي ان احنا ندرج الموقف واحده واحده، هيبقى في اتفاق في الشخصيه، اتفاق في السمات، اتفاق في المستوى الاجتماعي، اتفاق في المستوى الثقافي، الحاجات دي بتتدرج، وانت ليكي حق ان انت طبعا تبقي مخطوبه لفتره ما، تقدري ان انت تعرفي خطيبك ده يعني مستوى تفكيره ايه، وانت كمان تقدر تعرف خطيبتك مدى سلبياتها واصله لحد فين. ولكن اللي احنا بنقوله يا جماعه، احنا مش بنتجوز حد من المدينه الفاضله، ولا هي لما وعدت حضرتك ان هي ترتبط بيك قالت لك ان انا ملاك مجنح، ولا حضرتك ملاك مجنح. يبقى بالتالي كل واحد فينا لازم يكون مقتنع ان اللي قدامه فيه سلبيه، وانا كمان شخصيا فيا سلبيه، ولكن السلبيه اللي قدامي من حقي ان انا اتقبلها او ما اتقبلهاش، بمعنى ان زي ما بنقول ان كلنا فينا سلبيات، ولكن في سلبيات حضرتك تقدري ان انت تتقبليها وتتعايشي معاها، وفي سلبيه اخرى لا. لذلك دايما بقول يا جماعه، قصه طلي بالفستان الابيض اللي دايما بنتكلم فيها اثناء الخطوبه دي، ارجوكم، والدباديب الحمراء والقصص اللي ملهاش لازمه دي شيء من الصراحه، لان فتره الخطوبه دي ما فتره انا عايزه مؤقته. افهم هو بس يعني الصراحه
الصراحه طب ايه والوضوح. علاقه الدباديب بال ما فكره، ما انت هتقدري ان انت تجيبي دباديب في الاول وهتسحبي كل الدباديب بعد كده تبقى مشكله، لكن لو انت طبيعتك او بطبيعه الحال انت حد عاطفي او حد رومانسي او حد معطاء، هتلاقي نفسك تبادل الهدايا ده يعني لغايه ما تبقي جد وجده هيبقوا بنفس السيكونس ماشيين طول حياتهم. ولكن التصنع والاصطناع في التصرف المبالغ فيه او الشكل التمثيلي اللي احنا بنشوفه اللي بيحصل اثناء الخطوبه هو اللي بيخرب الدنيا بشكل او باخر. بيضايقوني قوي على فكره، يعني عارفه الدبدوب الكبير ده قوي ليه؟ يعني والله هي حاجه جميله بس استمر عليها يعني يعني بلاش نظهر الدبدوب وبعد كده نتفاجئ انه بقى كتكوت، يعني خلينا ماشيين على نفس الوتيره. هو كويس ان لان كمان هي الفكره كمان ان ايه، ان لو انت تقبلتي سلبيه اللي قدامك من الاول او عارفاها من الاول هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي كويس جدا مفيش اي مشاكل. لو احنا لو بنظهر دايما قبل الزواج بمظهر غير الحقيقي، ان احنا دايما بنظهر اجمل ما فينا لكن الأسوأ بنحاول مع ان دي فتره مؤقته، ده انا المفروض ادور على صلاحيه الفتره الدائمه بالنسبه لي اللي هي فتره ما بعد الزواج، يعني بعد الجواز بقى هيبقى الوضع ايه بالنسبه لي؟ هل هتفضل الرومانسيه دي متبادله؟ طب لما يحصل اي مشكله مثلا يعني التصنع والاصطناع هم سبب برضو من اسباب الخرس الزوج، ان طبعاً يعني خاصه الرجل دايما بتلاقيه قبل الزواج بيقول حاجات كتير جدا وبيعمل برضو حاجات، بعد الزواج الزوجه بتتصدم ان ما فيش حاجه من دي كلها بتحصل. يعني سواء لحاجه قالها هعملها بتحصل والله بصي هو بتتعمل كل شخصيات ولا حتى الحدوته الاسلوب نفسه استمر. انا بقول حاجه، كل شخصيات الحدوته بتبقى غلط من البدايه. بدايه من الحما اللي هي نازلي للبنت اللي هي ممكن تبقى مدلله جدا وغير صريحه في تصرفاتها، للشاب اللي عامل فيها حسين فهمي وهو يعني لا يفقه شيء عن حتى اسلوب العلاقه او الرومانسيه او الاحترام ازاي، او دون ادراك منهم جميعا بان في مسؤوليه اكبر من الحاليه بعد كده هي اللي هتقول يا اما هندخل محاكم يا اما هنفضل محترمين في بيوتنا ونعرف نربي ولادنا ونعرف نكبر معاهم. طب انا برضو عايزه اعرف الاسس الصحيحه اللي ممكن تنجح العلاقه وما تخليناش نوصل لمرحله خرس الزوج ايه؟ يعني انا عايزه اعرف ايه هي يعني الاسس اللي على اساسها اختار الشريك الاخر، والعكس صحيح. طب انا معايا بس اتصال تليفوني من الاستاذ علاء، اتفضل يا استاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك وبالاستاذ اللي مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يا مرحبا. هو ما اعتبرش اسمه خرس الزواج، الزوج ده مش موجود لان ما فيش جديد اصلا، يعني هي الحياه بتاعتنا بقت فيها ضغوط حياه. فبنتكلم في ضغوط الحياه اكتر من حاجه بنتكلم فيها دلوقتي. بس هو موجود على فكره يا استاذ علاء، يعني هنلاقي كتير من الاسر. ما فيش جديد حضرتك، هو كل يوم متطلبات البيت، متطلبات الاولاد، متطلبات الحياه، هي دي الحياه اللي بنتكلم فيها. ايه الجديد حضرتك هنتكلم فيه؟ يعني حضرتك بتقولي ان ضغوطات الحياه هي سبب من اسباب الخرس الزوجي. هل كل الناس بيقدروا يتحملوا ضغوط الحياه دي يا استاذ؟ اغلب الوقت هنتكلم في فاتوره الكهرباء ولا فاتوره الميه ولا الاولاد ولا المسكن ولا الايجار، هي بالكلام اللي بنتكلمه في بيوتنا كلنا. طيب اللي بنتكلمه في بيوتنا كلنا يا استاذ علاء، بس في ناس بتقدر بقى من ما تتحرمش منها ابدا يعني. لا استاذ علاء انت كلك ذوق والله، هي بس الفكره ان احنا بنتكلم في حاجه معينه، ضغوط الحياه دي حاجه كلنا بنعاني منها دلوقتي، لكن أيوة. هل كل زوجه مصريه بتقدر ان هي تسندك عشان تقدر تتحمل الضغوط دي، ولا بتزود الضغط ضغطتين؟ هل انا بكلمك انا فرد من الحياه وموجود في الحياه. تمام. مفيش جديد حضرتك، يعني احنا دلوقتي كان في حاجه اسمها مصايف، كان في حاجه اسمها رحله نتغير جو ونتكلم فيه. بس الحاجات دي برضو مؤقته يا استاذ علي، احنا بنعاني من الخرس الزوجي من قبل يعني حتى كورونا، فاحنا بنعاني منه. احنا نسب الطلاق يمكن ده لما جت كورونا قللت نسب الطلاق على فكره في المحاكم، ده بالعكس ده كان كل دقيقتين ست حالات طلاق. بص. احنا بنعاني منه اصلا من قبل الحاجات المؤقته اللي احنا بنعيشها. هو انتوا قعدت ستات بقى، فانا الراجل في وسطكم فما بدافعش على الراجل. لا حقا للحق والله. لا انا مش برضو احنا مش حكايه يعني دفاع عن شخص معين او طرف معين، ولكن انا بتكلم ان احنا لا في معاناه في الاسر المصريه بسبب الخرس الزوجي. ايه هي اسبابه؟ هل لها اسباب كتير جدا؟ انا اشكرك على اتصالك يا استاذ علاء ونورتنا بجد باتصالك. انا معايا اسماء محمد. طيب اتفضل يا استاذ محمد. ايوه لو سمحتي، انا كان في مشكله زوجيه بالنسبه للخرس الزوجي، وكل ما الواحد كان يتكلم مع المدام تحصل مشاكل وفي الاخر وصلت لمشوار الطلاق يعني. وعرفت ان هي جوزة قبل العده باسبوع وراحت لحالها تزوجت، طلع كلام كثير، كل ما اخش في مشوار جواز يعني تطلع كلام كثير علي، ووقفت لي مشاوير خطوبه وجواز، والحمد لله ربنا كرمني واتجوزت بعد كده. فمش عارف ايه السبب الكلام ده كله اللي كان
لا رغم ان طلعت زعلان ولا غضب، انا خدت الذهب بتاعها وخدت كل حاجتها يعني. هي دي المشكله دايما اللي منتشره بيننا، ان هي لما بيحصل حاله من حالات الطلاق الناس ما بتتفهمش بيه ان هو ان انا ما اتفهمتش معاك او ان ما فيش كيمياء ما بيننا. الناس بتفهم ان لازم يبقى في حد في الاثنين شيطان، ممكن الاثنين يبقوا كويسين لكن كل حد ينفع مع حد تاني غير اللي موجود معاه، لذلك العلاقه بتتقلب لعداوه. فهي الفكره دلوقتي بالنسبه لنا كموروث ثقافي في المجتمع المصري والعربي بوجه عام، ان طالما في حد فينا يعني او انفصلنا لاي سبب من الاسباب، يبقى لازم اي حد هيسالني لازم هطلع فيك القطط الفطسه، وانت كمان نفس الكلام. فده طبعا موروث خاطئ جدا، احنا كلنا بنتمنى ان هو يتغير، ولكن ده العادي. عشان بس انا اشكرك يا استاذ محمد على اتصالك. بس كمان في حاجه، ان هي خدت حقها يا استاذ محمد، هي ما خدتش اذت من حقها، ما برضو من يعني المفروض حقوقها حضرتك تديها لها، يعني انا مش شايفه في حاجه. لكن هو المسيء في الموضوع ان الكلام الكتير، زي ما قلت ان كلنا يعني دايما لازم يبقى في حد شيطان، عادي مش لازم على فكره يكون في حد شيطان. بالظبط بالظبط. طيب لما اجي اتكلم بقى عن ضغوطات الحياه، فهي فعلا ممكن تكون سبب من اسباب الخرس الزوجي وبتؤدي للطلاق؟ ما هو ده حسب الابيليتي اللي عندك او القابليه اللي عندك كزوجه لتقبل المشكله دي بشكل او باخر. والزوج برضو نفس الكلام، يعني مش هقعد نرمي على الستات لوحدهم، لا ما هو الزوج برضو نفس الكلمه. ما ننكرش ابدا ان يعني تعتبر يعني بوتقه العاطفه دايما في البيت هي الزوجه، وهي اللي بتمتص، وهي اللي ممكن تعدي الضغوط دي بشكل او باخر، وممكن تيسر الحياه بشكل او باخر. ممكن اللي كانت بتصرفه جنيه تقدر ان هي تحاول تصرفه نص قدر المستطاع عشان تحاول تخفف من على عاتق زوجها بشكل او باخر، تقلل من نفقات الحياه بشكل. كل الحاجات دي تقدر ان هي حتى ولو معنويا، هي لو مش ماديا ولو معنويا بتسنده، هتتحل. انا ما اقصدش ان احنا الظروف الماديه، احنا عارفين ان الظروف الماديه بتبقى طبعا سبب كبير جدا من اسباب الطلاق، ولكن الضغوط اللي هو زي ما قالك انا هتكلم في ايه، يعني هي الفكره هنتكلم في، هنتكلم في مصاريف المدارس ولا مثلا في لبس العيد، ولا هنتكلم في هات وانت جاي مش وخد وانت نازل، فايه هي هي اغلبها ماديات. لكن طب انا لما احب احل الموضوع ضغوطات الحياه انا ممكن اواجهه ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك هو حسب تقبل حضرتك لحاله اللي قدامك، حسب تقبل حضرتك للمشكله، حسب الزوج وثقافته هو هيقدر يتعامل في المشكله النفسيه او الضغط النفسي اللي هو واقع فيه ده ازاي، هنقدر ان احنا نعدي المشكله. التربيه بيقع عليها يعني اصبع الاتهام دايما الاول والاخير. الام والاب لما بيربوا ابنهم او بنتهم على ان الزواج دي ده حاجه مقدسه وحياه ابديه بالنسبه لنا، ومفيش بد ابدا من ان احنا لازم هنقف جنب بعض وهنساند بعض وهيبقى كتفنا في كتف بعض، بتلاقي دايما الابن او الابنه لما بيتزوجوا بعد كده بيبقى عندهم القابليه الكبيره جدا على ان هم يواجهوا اي مشكله ويقفوا في ظهر شريك حياتهم بشكل او باخر، وبتتقبل حتى ولو كان هناك بعض النقص في الحياه بوجه عام، سواء في العاطفه او في الماديات او في الاجتماعيات او ما الى ذلك. فالفكره بالنسبه لي ان مهما كان عندي ضغوط سواء ماديه او معنويه او ضغوط عمل او اي مشكله، بس مواجهتها هي الحل. التربيه لما دي موضوع لوحده، التربيه ده طبعا. التربيه مش بس زي ما حضرتك قلت ان انا اتربى ان انا اتحمل معاناه الحياه مع الشريك الاخر، ولكن ايضا في تربيه مسيئه او بتاتي بالعكس بعد الزواج، ان الزوج تعود ان ما يقولش كلام حلو لمراته او الزوجه كمان. هتجاوبيني على سؤالي ولكن بعد اتصال معايا. انا معايا سعيد، اتفضل يا استاذ سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا بالنسبه لنسب الطلاق المتزايده والمتكرره لها اسباب، والاسباب ديت معروفه من القران ومن السنه. القران بنص العشاء، وفي السنه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا كمان فضل الله سبحانه وتعالى في العلاج او الوقايه من موضوع التلقطات او وقف نزيف التلقطات المتزايده، بل ووقوفها نهائيا. هو انا للاسف انا مش سامعه الاتصال كويس. هي عامه يعني انا سامعه حضرتك، بس هي الدوله بتحاول ان هي تساعد بقدر الامكان. ربنا يعز القران الكريم، ربنا يعز القران الكريم، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح. اي الشياطين. الشياطين بتفرق بين الزوج والزوجه.
وكمان النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا بحس ان دي اصبحت شماعه بنعلق عليها كل اخطائنا للاسف لا الشديد. هو لو هي الشياطين طب وانت ليه تخلي فيه مدخل للشياطين؟ يعني الموضوع مهم يعني لازم الشياطين معانا برضه في القصه بالظبط يعني. كده اللي هو يبقى الزوج مقصر ويقول لك ده شيطان دخل بينا. معلش الشيطان دخل بينا. ايه اللي دخل الشيطان بينا وانت سمحت ازاي؟ انا يعني. انا طبعا مع حضرتك ان في طبعا دخل الشيطان. ما هي زي ما قالت الدكتوره انت ليه تسمح للشيطان يدخل ما بينك؟ ما تأدي بس الواجب اللي عليك. صحيح. والله انت شفت ان انت قمت باكمل وجه واديت كل الواجبات اللي عليك والحقوق اللي عليك وبعد كده ما حصلش نصيب ونتفرق يغني لها كل من ساعتي. اشكرك يا استاذ سعيد على الطلاق على شفت ازاي؟ اشكرك على الاتصال. شكرا جزيلا لحضرتك. ما بنتكلم على الطلاق طبعا. وده الرضا ليه عامل كبير جدا في الموقف. يعني فكره ان انت تكوني راضيه عن الطرف الاخر بقدر المستطاع وهو كمان نفس الكلام متقبل سلبياتك قبل ايجابياتك وانت كمان نفس الكلام ده بيفرق كتير جدا. ما بيتسببش ابدا ابدا الخرس الزوجي في مشاكل نفسيه واسريه وبينعكس على الاطفال الا اذا كان في عامل مشترك ما بين الاثنين. عمر ما زوجه ما بتسكت ابدا عن الكلام او عن الحركه او عن العمل في البيت او النشاط او حتى النظره الطيبه منها الا اذا كان فعلا في حد بيصد اجابتها بيصد كلامها مش فاتح باب للحوار فاقد للعاطفه هي مش مجنونه عشان يكون ده رد فعلها بشكل او باخر يعني. بالظبط اللي هو الثاني تخلى عن واجباته. اكيد اكيد صح كده. ما هو احنا يعني الست المصريه بالذات بتعاني كتير جدا في المجتمع المصري والمجتمع الشرقي بوجه عام. انت تلاقي دلوقتي نسب كتير جدا من السيدات هم اللي اصبحوا بيعيلوا الاسره كامله. يعني الزوج هتلاقيه دايما مكبر دماغه من حاجات كتير جدا ورامي المسؤوليه والحمل على الزوجه لوحدها. ويمكن لو انت بصيتي للصبح والطلبه والتلاميذ رايحين المدارس مين اللي بيوديهم؟ هتلاقي اكثرهم الامهات. مين اللي بيودي الدروس؟ اكثرهم الامهات. حتى تدريب النادي والله بالظبط الام اللي بتروحوا فيه والشغل. فتلاقي ضغوطات الحياه او مين اللي بيدفع لهم؟ والله سيدات كتير هي اللي بتدفع لهم على الكنترول. ماشي بس انتوا ما بتدفعوش اللي بتوديهم وبتجيبهم برضه. ما انت بتدفع لهم انت ما بتشتغلش لوحدك على فكره. انت بتشتغل انت وكمان وهي فالاثنين بيبقوا شركاء في المسؤوليه. فتلاقي تيجي تكلمي ما تروح تودي الدرس واعملي اللي انت عايزاه وروح ودي دماغك زي ما انت عايزه لكن لا انا مش فاضي انا كنت بشتغل على اساس ان انا كنت بلعب في الشارع. يعني انا اقصد انك هترجعي بيتك هتلاقي ان في مقابل طيب من زوجك بتتكلمي معاه بيرد عليكي بيقابلك مثلا بوجه حسن حاسس بمتاعبك في البيت وحاسس بمشاكلك مع الاولاد في المذاكره او ما الى ذلك او بان انت مستنفذه طاقتك بشكل او باخر. هتلاقي طاقتك بتتجدد اكتر واكتر وهتلاقي ان عندك ايجابيات اكتر انت محتاجه ان انت تديها. لكن لما تكوني بتعملي كل حاجه وتيجي اخر النهار وانت بتشربي كوبايه الشاي تلاقي زوجك بيقول لك انت ما وراكيش الا الشاي طول النهار. لا عفوا كفايه كده. طب انا معايا اتصال ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. طب لو هي كانت المشكله ان الزوج كويس ويعني هو مفيش خرج زوجي ولا حاجه بس هي المشكله ان لو المشكله اتكلمنا فيها بيبقى سببها الاطفال. يعني مثلا لو حبينا نتكلم عن المشكله عن الطفل مثلا عن الصلاه عن مثلا مشاكلهم مع بعض بيزوجوا بعض بيشتموا بعض بيأدي كلام في الاخر ان مفيش تفاهم وخلاص الموضوع يتقفل ما بنكملوش. هل في خلافات زوجيه في البيت يا ام احمد؟ هل في خلافات زوجيه في البيت؟ مفيش خلافات الحمد لله الزوج متفاهم والزوجه متفاهمه بس هي المشكله في الاطفال نفسهم. يعني الاولاد هم اللي بيجيبوا المشكله ان مثلا تيجي تتكلم مثلا عن مثلا الزوج طبعا طول النهار في الشغل بيجي طبعا ياكل بعد كده لو في شغل تاني بيطلع مفيش خلاص موجود بس المشكله بتبقى بيجي تفتح المشكله مع مثلا الطفل عمل كذا او بنتك عملت كذا او ابنك عمل كذا او ابنك ما طلعش بترجع اللوم على 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 الام. على الام. طب دي المشكله دي بتتحل ازاي؟ لا طب ما هو كده في ده في شقاق في البيت مش مشاكل وبس. هو فكره ان احنا مش قادرين نتفق حتى على اسلوب التربيه للاولاد او ان احنا نكون متعاونين مع بعض. يا ام احمد على اتصالك. او ان احنا نكون متعاونين مع بعض كزوج وزوجه او اب وام بقى في الحاله دي بمعنى اصح على تربيه الاولاد بشكل او باخر. لو ما كانش الاب ليه هيبه في البيت وعارف كويس جدا ان في الحاله اللي الام تشتكي بيها هيبقى في موقف سيء جدا تجاه الاولاد لان هيبه الاب دي حاجه مهمه جدا.
ولكن على نسق اخر هقول ان ما حبكش وهو جاي من الشغل تقعدي تحكي له مشاكل الاولاد. ما ينفعش قدام الاولاد تشتكي له من مشاكلهم اللي هو بيه، لو ما خدش اكشن دلوقتي حالا او ما خدش رد فعل دلوقتي حالا يبقى انت كده هديتي كل اللي بتتكلمي فيه. اختيار الوقت المناسب للشكوى، مشاركه الزوج بشكل ادبي وبشكل علمي بقدر المستطاع باللي تربينا عليه، مش هقول بالعلم كمان، باللي تربينا عليه، ازاي نحل مشكله اولادنا، اقف على المشكله دي ازاي، انت مديني صلاحيه في البيت لحد فين في تربيه الاولاد، هل في حاجات معينه حضرتك لازم تتدخل فيها، يعني انت عندك في بعض الفئات العمريه لازم الاب يكون متواجد فيها زي سن المراهقه مثلا بالنسبه للاب، لو اتنين منفصلين والبنت موجوده مع الاب لازم الام تتدخل في وقت سن المراهقه بالنسبه للبنت، يبقى اذا لو ما كانش في تعاون ما بيننا احنا الاثنين بشكل او باخر ده قمه الخرس الاجتماعي اللي بينعكس على خاصه تربية. ان دايما الست المصريه انا بشوفها ست قويه جدا على فكره وبتربي أيوة. كويس جدا لو هي حابه تعمل كده، ويعني وواضح ان من الاتصال المتصله ان هي ست بيت ما بتشتغلش، فبالتالي معلش ما هو يكفي ان حضرتك انت مهم بالظبط قاعده في البيت بالظبط كده، انت اللي بتربي دي المسؤوليه اللي عليكي. اما هو زي ما هي بتقول انه ممكن يشتغل كمان فترتين، فمعلش هي زي ما حضرتك قلتي اختيار الوقت يبقى مناسب جدا ان هي تتحمل اكتر في التربيه، هي مش قادره خلاص تشاركه. والنظره للاب لازم تختلف شويه، يعني فكره ان ام ما يعني جت عشان الولاده والطبيخ والغسيل والمدارس، لا حضرتك الفكره مش كده خالص، ولا الاب نفسه بقى هو البنكير اللي بيشقى وبيطفح الدم عشان يجيب القرش لاولاده وبعد كده يخش ينام، لا خالص، يعني التفكير ده خاطئ بالمره. فكره ان حضرتك بتشتغل وبتتعب طاقه عين عشان خاطر تكفي اولادك انت مشكور عليها كتر خيرك والله، دي ده شيء يشكر ليك، ولكن فكره اولادك فين؟ فكرة ان انت لو تقدر تقعد معاهم ربع ساعة نص ساعة في البيت بس بعد ما قبل ما تنام، حتى لو على سريرك جمعت اولادك حواليك وقعدوا يتكلموا معاك، وان انت كده عملت اللي عليك. اعرف مشاكلهم ايه ما دام مهم جدا، انا مش هينفع لكن اجيب فكرة فلوس لا ما انا شغال وفي الاخر بره وانت في البيت لا يطلع منحل او منحرف او ايا كان، ما طب انا فايدة الفلوس اللي بجيبها ايه؟ صحيح. في عدم التربية، التربية هنا مهمة جدا زي ما قلنا، التربية مش بس ان انا اربيه اخليه كويس اتكلم في الاخلاقيات والخلقيات، ولكن المجتمع المصري الذكور فيه اتربوا على اشياء معينه ما بيعملهاش بعد الزواج، اللي هو زي ما هي بتقول خلاص انا عليا ان انا هشتغل وهجيب فلوس وانت بقى هنا تطبخي وتعملي كل حاجه وتربي الولاد وتروحي وتجيبي وتودي وما تسالينيش في حاجه تاني، دي حاجه كمان العلاقة العاطفية اللي ما بينهم، الكلام نفسه مش يعني اتعود ان ما يقولش كلام كويس، هو اتعود اتربى على كده. انت شايفة ان الحاجات دي برضو سبب من اسباب الخرس الزوجي؟ طبعا، هي تربية الراجل بتبقى من وهو لسه طفل صغير، تربية الام او الاب لابنها على نزعة الرجولة وليست الذكورة عشان تفرق كتير، الرجولة وان ازاي ان هو يكون انسان دمه حامي وان هو يكون بيخاف على بنات الشارع وبيخاف على اخته وبيساعد جارته اللي شايلة حاجة تقيلة، مش عيب ابدا ان انا افهمه الحاجات دي، مش عيب ابدا ان انا اقول له افتح باب الاسانسير لما يكون في حد طالع، المفروض انت الاصغر سنا لو معاك حد اكبر منك في السن، مش عيب ابدا ان هو يساعد الست لان هي كائن المفروض ان هي مخلوق ضعيف بالنسبة له، مش عيب ابدا ان انا اخلي الطفل ده يقوم ببعض المهام المجتمعية داخل البيت زي حتى ترويق او ملابسه يعني او احنا زي. كلنا بنركب مواصلات، انا عايزه اقول لك كم الرجال اللي بتبقى قاعده والست وكم الستات اللي بتبقى واقفه، منظر مخجل ومهين صراحه. أيوة. يعني مهين بالنسبه لهم كرجاله، يعني هم فقط ذكور مش رجال. أيوة. ومهين بالنسبه ان احنا لا مجتمع الاسلامي ولا الشرق العادات ولا تقاليد يعني تجعلنا ان احنا نعمل كده ولا تجعلهم، هو ما انا بتكلم اتربوا ازاي صراحة، كم عدم الأخلاقيات اللي بلاقيها من الرجال دايما تخص السيدات في الشوارع، لدرجة بقول هو المجتمع الذكوري فقط اللي ما ترباش على انه يبقى راجل. صحيح. فهل المشكلة هنا الأم نفسها هي المشكلة؟ بصي، هو بداية أنا رافضة كلمة التربية السيئة، يعني كلمة التربية السيئة دي ما تنفعش لأن التربية ما بتتصنفش، لو في تربية يبقى هتربي ابنك تربية كويسة جدا جدا، لكن أنت مش هتقعدي تربي ابنك تربية سيئة، دي ما بتحصلش، ولكن ترك ابنك للتدخل فيما لا يعنيه، ترك ابنك لسماع مشاكل هي ما المفروض إن هي ما تخصوش أساسا، عدم احترام طفولته أو طفولة البنت بشكل أو بآخر، وإشهار المشاكل أو نقط الضعف اللي في الأب أو العكس مثلا نقط الضعف اللي في الأم
الام ان احنا نتكلم قدامهم، دي بدايه اصلا للتربيه من الاساس. لو احنا متجنبين الحاجات دي يبقى هي دي اللي اسمها المفروض تربيه. انا عايزه اقول لك كمان من الحاجات المعجله اللي بشوفها بجد، حتى الشباب الصغيرين للاسف طالعين اي حد ماشي في الشارع سيده والله، يعني النظره، يعني عدم غض البصر موجود بشكل رهيب جدا، اللي هو ايه ده، معقوله يعني ما حدش قال لهم عن غض البصر، ما حدش قال لهم ان النظره حرام. فدايما طبعا زي ما بنشوف ان هم بيعولوا على لبس السيدات، لا طبعا مش هو ده السبب، ومش هي السبب دي الحجه الأساس. للاسف الشديد. فالتربيه طبعا بتبقى حاجه مهمه جدا. أكيد. طيب اربي ولادي ازاي ان هم يتحملوا مسؤوليه؟ فكره المشاركه المجتمعيه داخل البيت دي في حد ذاتها مهمه جدا. زي مثلا ما مر علينا جائحه الكورونا والحمد لله ربنا يعديها للاخر على خير، فكره مواجهه الازمات، ان لما النور يقطع اعمل ايه، لما الكهرباء تقطع المفروض اعمل ايه، المفروض نبقى محوشه ميه لو في موقف الفلاني. فكره مواجهه الازمه دي في حد ذاتها ده نوع من انواع التربيه والمسؤوليه. فكره ان كل واحد يبقى مسؤول عن طبقه اللي بيقوم من على السفره، بيكون واكل فيه ويدخله المطبخ او بيغسله، دي في حد ذاتها مسؤوليه مهمه جدا. يعني اللي هي المساعده في البيت، انا مش هقول ان ابني هيبقى بيشتغل شغل الستات او شغل البنات، لكن هقول لا معلش، الرسول نفسه كان بيشتغل، وكان انا بقول لحضرتك يعني كان على الاقل وكان بيكنس بيته وكان بيخيط شرابه. بالظبط بالظبط، فاللي هو خادم القوم سيدهم. طيب ولكن الفكره بالنسبه لي دلوقتي ان انا مش هقول ان انا هعلمه شغل الستات، لا حضرتك انت تعلميه يحترم الست، يحترم قدراتها، وعلمه انه يساعد الست. هي بتتعب، علمه انه يساعد الست، ما هي دي ده مش عيب على فكره. بالزبط. انا اقول لحضرتك حاجه بس يا ريت تبقى تفكرين ان اقولها، بس بعد ما اخد اتصال معايا اسراء من لوكسر. اتفضلي يا اسراء. اسمعيني من التليفون يا اسراء، اقفلي التلفزيون بعد اذنك، اقفلي اسمعيني من التليفون واقفلي التلفزيون. اتفضلي. طيب الخط قطع، يعني عاود اتصل بينا مره تانية. على فكره انا عندي ولد وانا بربيني يساعدني، انا عندي الولد بيعمل معايا بيساعدني في البيت احسن من البنوته. يعني انا احيانا بروح الشغل وارجع بجد ربنا يحميه له ويخليه له ويبارك لي فيه، بلاقيه مسح لي البيت وكنسه ومروقه. فلا فهي دي انا بصي اللي هو ليه ما ربهوش انه يساعد؟ ما فيش حاجه اسمها ولد وبنت، ما الاثنين زي بعض. صحيح. زي ما هي ما بتعمل حاجه. صحيح. هو يعمل حاجه. صحيح. ما هي دي احنا هم تربوا غلط. طبعا تربوا غلط. طبعا المفروض الصح اللي انا بقوله. المفروض الصح اساسا ان البنت بيجي عليها وقت لازم هتكون بتقوم بمهام زوجها في اي وقت من الاوقات لما تتجوز، في حاجات هو مش قادر عليها، وممكن برضو الراجل يقوم بمهام معينه في حاله زوجته مش قادره عليها. التعاون يا جماعه ما فيش فيه اي مشكله. طب ابنك ده لما يدخل الجيش هيعمل ايه؟ هيرجع لك كل مره في اجازاته وهو عيان وتعبان وحالته، يعني لو سافر بره، لو طلع في بعثه، لو طلع في دراسات بره، هيتبهدل بهدله. يعني لو يعتمد على نفسه، بتتعاملي بمبدا الذكوره المجرده قوي كده، على الاقل مش هقول لك عشان اللي هتتجوزه، لا على الاقل عشان نفسه، عشان يقدر ان هو يعتمد على نفسه، عشان حتى لو اتجوز واحده دلعته اكتر من اللازم بعد كده بعد الجواز، على الاقل يبقى مقدر هي بتعمل ايه. مش هنقول انه يعمل حاجه، ولكن على الاقل يبقى مقدر تعبها في البيت ده شكله ايه، مقدر الست دي قيمتها ايه في البيت ده، ثرواتها ايه اللي هي بتقدر ان هي تديها وتفيد بيها البيت وتفيد بيها الاولاد. لو هو مش مدرك الحاجات دي عمره ما هيقدرها وعمره ما هي ايه اللي هيجرى له لما ياكل في طبق ويقوم يغسله، ولا يشرب في الكوبايه ويقوم يغسلها، ايه اللي هيحصل؟ لا يعني هو انا اللي هيجرى لي لان الطبق هيكسر الحقيقه. يعني كتر خيرنا ان احنا بنتحمل يعني. لا ما يعني اولا مش هاخد منه وقت على فكره، حتى الوقت مش هاخد منه. طيب عارف حضرتك انا اعرف بعض الحالات تمام اللي الزوج مش بس ما بيساعدهاش، اللي هو كمان منحها من زارة الاهل، منحها من الخروج، ان هي تبص من البلكونه ممنوع ان هي تقف، يعني حتى تنزل تقف مع صديقاتها ولا صحبتها ولا تروح عند حد ممنوع، اللي هو الذكوريه البحته، اتربى ان ده ممنوع ممنوع، مع انه على فكره مباح لي كل شيء، سواء كان حلال او مباح لي اي حاجه. طيب انا عايزه بس وده التناقض في المجتمع جداً. هو اللي هو ايه، زي الصبح تلاقيه ماسك السبحه وبيروح يصلي. طيب. واخر الليل تلاقيه في خماره زي ما بنقول، ولا ما اعرفش فين، اللي هي دي نكره ودي نكره اخرى. أيوة. ومع ان في البيت عنده لا انا بناتي ما ينفعش يمشوا من غير نقاب، زوجتي ما ينفعش يتكلم حد، وهو على عكس تماما، على عكس افعاله في البيت. ايه التناقض ده؟ طيب هقول لحضرتك هي حاجه بسيطه جدا، هو دايما فاقد الشيء لا يعطيه، دي حاجة. الحاجة التانية يعني لا يسيء الظن بالآخر إلا إذا كان هو إنسان سيء أساسا، دي تاني حاجة.
ثالث حاجه بحب اوجهها له ان الممنوع دايما مرغوب، واللي عايز يعمل حاجه بيعملها، لا منع حضرتك ولا تشدد حضرتك ولا تزمت حضرتك هو اللي هيلزم الاخرين اصلا بالاخلاقيات. الاخلاقيات جوهر وليست مظهر على الاطلاق، فتحكمك بشكل او باخر كان من الاول من بدايه الاختيار. انت اخترت حد بنت اصول ومتربيه وعارفه ربنا وعارفه اخلاقياتها وعارفه مجتمعها، يبقى خلاص القصه انتهت. انت كان اختيارك خاطئ، دي بقى مشكله تانية. انت حاسس ان انت بتعمل حاجه غلط وممكن تترد لك، فبتحاول ان انت بقدر الامكان يعني تلم الدنيا عشان الحاجات دي ما تتردلكش. لا، هي هتترد لك حضرتك، فما تقلقش والله لو قفلت 100 سور، لان كله سلف ودين وكل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيوضحها بالظبط. فيعني بلاش تبقى ناصح على الاخرين، من الاولى ان انت تكون ناصح لنفسك وتكون بتتقي الله في زوجتك وفي اولادك. انا معايا اتصال تليفوني من ام محمد من الشرقيه. الاتصال اتقطع. طيب معلش راجعي، يعني عوده اتصال بينا مره تانية. الاطمئنان الزائد اللي هو انا خلاص اديتها الثقه التامه، فما عدتش خايف من حاجه ولا خايف ان هي مثلا تبص لحد بره او اي حاجه، فحصل فتور في العلاقه بقى، ده سبب؟ اكيد طبعا. بصي، هي المشاكل الزوجيه دي حاجات معقده جدا جدا، هو فعلا ده احد اسبابها. فكره ان انا ضامنه ان زوجي ده يعني انا ماليه عينه كويس جدا جدا وحباه وهو حبيبني وخلاص ودي نهايه المطاف بالنسبه لي، اللي بتتحول بعد كده لفكره ان معلش لو اهملت في نفسي شويه انا عارفه ان هو مش هيبص بره، ان لو ما كنتش موجوده في البيت لفتره كبيره معلش ما هو انا عارفه برضو ان هو يعني مش هيشتاق لي حتى كزوجه، فالموضوع مش فارق بالنسبه لي لان انا عارفه واثقه فيه كويس جدا. الحاجات اللي هي بتحول الدنيا لحاله من حالات التمرد بشكل او باخر. ويمكن للاسف برضو بيعاني بعض الاخوه المسيحيين من المشكله دي، اللي هي فكره ان خلاص ده بقى زواج قائم، اللي مش هينفع خلاص بقى تحت ايدي، شكرا على كده. فتلاقي برضو ان هم برضو يعني بيعانوا للاسف من الفكره دي بشكل او باخر، وبتنعكس بعد كده فعلا على الاطفال وعليهم هم كمان نفسيا وذهنيا يعني. تمام، انا معايا اتصال ابراهيم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اتفضل يا فندم. الله يكرمك. لحضرتك موضوع ان الراجل يتعامل مع الست في البيت، ده امر طيب. تمام. يعني احنا مع ده. تمام. بس اذا كان مثلا الست هي حضرتك مثلا بتعمل بتشتغل، او اذا كان هي صحيا تعبانه فيتعامل معاها. تمام. لكن في نساء للاسف انا لما لسه يعني شفت الكلام ده، ان هي بتفرض نفسها عليه وانا زيك وانت زيي، وهي قاعده في البيت لا بتشتغل ولا لها وظيفه ولا اي حاجه. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هي يعني ما احنا كلنا عارفين ان زوجات الرسول ما كانوش بيشتغلوا زي ما بيطلعوش من اول النهار، يرجعوا مثلا على نص النهار فبيشتغلوا، فعشان كده كان بيجي عذرهم له. معلش برضو، اصل ان انت تساعدها مره في اليوم او حتى مره كل انا مش بتكلم ان انت واجب عليك او ومع ان على فكره بعض الائمه والفقهاء قالوا ان يعني اسمها ايه قضاء حوائج البيت او دي بتبقى فرض على الرجل مش فرض على الزوج على فكره، لان الشعب العربي كان متعود ان لازم يجيب خادمه لزوجته. فحضرتك انا مش بقول ان هو لازم يبقى تعبان وراجع من الشغل كل يوم فيرجع غصب عنه يساعد زوجته عشان هي فرضت عليه كده. انا مع حضرتك طبعا، ما قلتش كده يعني، احنا مش بنقول كده، ولكن بنقول ان هو يساعدها يحسسها بالمشاركه. بص حضرتك لو سمحت، يعني انا بفتح التلفزيون سمعت حضرتك بتقول لي ايه يعني نفس الطبقين يعني. ايه المشكله؟ ولا حاجه، بس الفكره هنا زي ما بقول لحضرتك كده، لو هي لا النهارده. طب حضرتك بتقول لي زوجات الرسول على الصلاه كان بيجيبوا لهم ناس، هو كان ابو عثمان بيشتغل في ميه اهله، بس طبعا ايام ابو عثمان ما كانش فيه غسالات، ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه غسالة بتنزل تمشي وتعصر وتاخد المية وتلبسها على طول، ما كانش فيها افران عيش زي كان دلوقتي. ما هو برضه لاحظ انه كلما زادت التطور كلما زادت المسؤوليات على فكره. لا ما حضرتك يعني ايه؟ يعني معظم النساء يعني في نساء بياخدوا الكلام ده على ان الراجل مفروض عليه ان هو يجي من الشغلانه المهم في حوض المطبخ يغسلها.
لا طبعا لا, لا, لا احنا لا مش لا مع كده لا طبعا لا, لا يعني انا ما قلتش كده واحنا مش بنشجع على كده. وبعدين هي فكره ان احنا بنتكلم في المساعده المعنويه او الماديه. الراجل بيشتغل وست بتشتغل مفيش شراكه في الحياه مفيش مشكله. انا جاي مجهد يا ست وهي جايه مجهده وهنقعد هنا مع بعض عشان ايه نمشي حل مفيش مشكله. وعلشان كمان الزوجه تحس بالمشاركه في الحياه ان هي مش لوحديها يعني على فكره الحاجات دي بتبسطهم جدا. فانا مش بقول كل يوم ولكن هي حتى لو مره كل اسبوع مشاركه بسيطه مش لازم ان انت ترجع تعمل كل مصالح البيت ولا تسيب لك المواعين كل يوم ترجع تغسلها. ما قلناش كده. انا بشكر حضرتك جدا على الاتصال وعلى المشاركه وكنا طبعا سعداء بيها. لا حضرتك بص انا اللي احنا بنقوله ان المشاركه نفسها في حد ذاتها بتخلي في سعاده في الحياه الزوجيه. ايه المشكله لما طبق يغسله في اليوم؟ انا ما قلتش يروح يغسل المواعين، يغسل طبقه بس. ايه المشكله لما يقوم يغسل كوبايته؟ حتى دي من النظافه. ده اسلامنا علمنا يا جماعه ان النظافه من الايمان، ان هي شرط من شروط الايمان. مش بس خلينا كده خلينا نكون متعاونين اكتر من كده بس يا استاذه. يعني هي فكره ان ايه ان ممكن ما يكونش هو مثلا بيحب يغسل مواعين، ما فيهاش مشكله ابدا. هو كون ان هو مثلا بيجمع معاها مثلا بواقي الاكل او الاطباق اللي موجوده بره خلاص. انا عايزه اقول لك ان في بعض الرجال في بيوتهم حتى بيقوموا سريرهم مش متعودين يفرشوه يعني ده ابسط حاجه. فانا بتكلم على حاجات بسيطه، ما بتكلمش انه يروح يمسح لها بس احنا بنتكلم برضو ان هي تبقى حاجه قدر المستطاع. يعني هي الفكره بالنسبه لنا ان احنا يعني ده تعاون طبعا محمود جدا، وفي نفس الوقت هي قدوه حسنه لاولادك بعد كده ان هم يتعلموا حاجه كويسه ويقدروا ان هم يتعاملوا بيها. ولكن برضو في نطاق هي حصلت ضجه على فكره على السوشيال ميديا ان خدمه البيت مش فرض على الزوجه، ده فرض على الزوج. وبعض الفقهاء الكبار وعلى ما اعتقد ابو حنيفه هو اللي قال ان هي فرض على الزوج مش على الزوجه. واستدل ان العرب كانوا متعودين ان هم يجيبوا خادمه للزوجه، فطالما احنا مش قادرين نجيب خادمه للزوجه فخلاص انت اللي تتحمل بقى. مش تتحمل برضو ان انت لازم تقوم بمصالح البيت كلها، ولكن تتحمل المشاركه. طيب هي خلينا مع ان برضو ما كانوش بيشتغلوا. معلش خلينا منصفين برضو اكتر. هي الفكره اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي هي شرعا وقانونا ان كانت الزوجه في بيت اهلها يرعاها خادمه او خادم فلها في بيت الزوجيه ان تكون بالمثل. ولكن ما اكونش انا بتعامل في البيت او في بيت ابويا وامي عادي جدا واجي عند الزوج واقول له لا ده انت المفروض انت اللي تعمل، المفروض تجيب لي خادمه عشان الاسلام قال او الشريعه قال. لا خلينا برضو حيادين اكتر من اللازم. احنا متفقين على ان الاعراف والتقاليد فرضت نفسها بشكل او باخر في البيوت المصريه والعربيه، فانا بتعامل قدر المستطاع. احنا متفقين من الاول انا مش هنجيب شغاله في البيت خلاص، يعني الموضوع منتهي. فنكون متعاونين قدر المستطاع ولكن يعني بشيء من المعقوليه. انا عايزه اقول لحضرتك احنا هنا في سوريات كتير موجودين طبعا في المجتمع المصري الآن، وهتلاقي زيهم عراقيين وليبيين يعني تمام. كلهم سيدات. والله العظيم انا ما شفت حد يعني بيقوم بمصالح البيت الا الست المصريه على اكمل وجه، اللي هو عليها كل حاجه عليها. يعني الست السوريه انا هي طبعا هي نظيفه جدا في البيت وكل حاجه، ولكن هي بتقتصر على البيت فقط، مش بتتعدى لبره البيت. يعني هي لا بتروح تودي ولاد مدارس ملهاش دعوه ولا بتشتري خضار من السوق ملهاش دعوه. اللي بتحكمها المحليات او البيئات المختلفه هي اللي بتحكم دايما الموقف، العرف والتقاليد اللي موجوده في المكان ده. تمام. لكن هو المهم برضو ان احنا نلفت نظر الناس ان الفكره بالنسبه لنا يعني مش مجرد شرع اتقال او اتشرع ما بيننا. لا الفكره فكره ان لازم يكون في بيننا ود، لازم يكون في بيننا رحمه، لازم يكون في بيننا تفاهم بشكل او باخر. ما نوقفش البعض على الواحده على حاجات ملهاش لازمه. وزي ما بنقول برضو ان الزوج المفروض ان هو يعني يساعد زوجته، او ممكن يكون الشريعه فرضت عليه ده بشكل او باخر، او ان هي ليها اجر بشكل او باخر على هذا. حتى وان كانت الرضاعه نفسها مفروض عليه فعلا ان هو يدي لها اجر، ولكن ما هو برضو من حقه ان هو يرفض شغلها، من حقه برضو ان هو يرفض ان هي ما يكونش ليها تحقيق لذاتها الشخصيه، ودي برضو حاجه مشرعها ربنا سبحانه وتعالى حق. فالفكره بالنسبه لنا ان احنا لو هنقف بقى بمبدا ما انا عايزه اقول لك انت لو عملنا صحافه استقصائيه او استقصاء في الشارع المصري وسالت السيدات انتوا بتشتغلوا حبا في الشغل عشان اثبات الذات ولا بتشتغلوا مشاركه ولرفع مستوى المعيشه، هيقول لك رفع. لا مش فيه وفيها، الاغلبيه رفع مستوى المعيشه. لو هم وجدوا البديل هيقعدوا في البيت على فكره. انا معايا اسراء من الاقصر، اتفضلي يا استاذه اسراء. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا عايزه اسال بس على حاجه بسيطه. اتفضلي احنا سامعينك. ليه هو فترة الخطوبة شكله وبعد الجواز شكل كامل؟ احنا اتكلمنا فيها على فكرة. طلي بالفستان الأبيض. اتكلمنا فيها. أنت مش متابعة الحلقة من الأول ولا إيه؟
لا دلوقتي فتح. لا احنا اتكلمنا فيها والدكتوره هترجع برضو تقول لك ليه. هو واشكرك المبدأ على بالنسبه اتصالك يا لنا يا اسراء. استاذه اسراء ان لازم يكون في صراحه من الاول، وصراحه مش بمعنى ان انا احاول ان انا ابرز سلبياتي بالعافيه، لا، كل اللي مطلوب من حضرتك ومن الاستاذ اللي خطبك ان انتوا تتعاملوا بفطرتكم، يعني بطبيعتكم، ما تبرزوش قوي الحاجات السيئه، وفي نفس الوقت ما تمثلوش بالحاجات الايجابيه او الحسنه اللي هي مش حقيقه اصلا في حياتنا ولا في شخصيتنا ولا في طبيعتنا. يبقى كل واحد فينا يتعامل بفطرته، لان انت دلوقتي الموضوع بالنسبه لك مستهويكي الحب والعاطفه والرومانسيه والفكره الزائفه ما قبل الزواج، اللي هي ما بعد الزواج بقى احنا هنخرج ونتفسح ونروح الساحل والحياه لطيفه وجميله وكلها رومانسيه وحب، وبتتفاجئي بعد كده ان الحياه بقت روتينيه جدا. فالزواج لو ما كانش قائم على التفاهم وعلى التبادل الثقافي وعلى الحوار والحب والموده مش هيستمر، وهيبقى فعلا شكل روتيني وهيبقى شكل من اشكال الخرس. دايما بنبقى لابسين اقنعه قبل الزواج وبعد الزواج بنخلعها فبنظهر على حقيقتنا كله. ده للاسف الاب والام الشديد. كمان مش الزوج والزوجه بس، مش عايز الاب ده بس حقيقي يعني. الحما ده حقيقي. انا معايا اتصال تاني من استاذه سناء كفر الشيخ، اتفضلي يا استاذه سناء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا دكتوره بس على حاجه شخصيه. اتفضلي يا لو سمحتي يا دكتوره. انا بروح لدكاتره بقالي حوالي اربع شهور. انا عندي اصلا وجع التهاب في معدتي، بس يعني عندي شويه التهابات وحاجات، فكله يقول لي ان انت عندك اعراض نفسيه. ما عندكيش حاجه بس عندك امراض حاجه نفسيه. صحيح. فمن شهر رمضان تقريبا جات لي حاجه زي كل شويه عايزه اعمل كده يعني، يقول لي ورحت كشفت عند دكاتره حساسيه كتير، الدنيا ادويه وما خفتش عليها، فكله برضه قال ان هي حاله نفسيه. تمام. فانا مش عارفه هي الحركه دي حاله نفسيه فعلا ولا انا عايزه علاج. بصي يا استاذه سناء، هو علم النفس اكتشف ان في احد اجزاء المشاكل المرضيه سببها نفسي، وسمينا الجزء ده الامراض النفس جسمانيه. يعني ايه؟ يعني الامراض الجسمانيه اللي ناتجه عن التعب النفسي. يعني جسمك لما بيكون تعبان نفسيا بيعبر عن تعبه في اعتلال في جسمك نفسه. في ناس بتتشخص بالنسبه لها الام الركبه بالخشونه، ودي بتبقى مرض نفسي، الناس مش مدركه الكلام ده. الام المعده المبرحه دي برضو نفس القصه، تقلص المعده او القولون العصبي زي ما بيقول زي ما بنقول، برضو من اسبابها المشاكل النفسيه او الضغوط النفسيه بالظبط، ايا كانت بقى اسريه ممكن تتحول لحاجات كتير جدا، يعني ضعف الاظافر، تساقط الشعر، زغلله العين الاكتر من اللازم، الام العضلات اللي في الجسم، التعرق الشديد بشكل او باخر، كل الحاجات دي فعلا بتبقى اسبابها نفسيه. يبقى حضرتك يا دكتوره اتفضلي. ده ليه علاقه بالحنجره؟ تعمل لي حاجه في الحنجره يعني، وبيقولي لي ارتجاع من الريق، وانت عشان انت زي انا الحاجات دي بتعمل، بس انت عندك اعراض نفسيه ما عندكيش حاجه. لا معلش يا استاذ، انت الدكتور شخصك ان انت عندك ارتجاع في المريء؟ قال لي انت عندك ارتجاع في المريء، بس الحاله دي عندك حاله نفسيه هي اللي مخليكي كل شويه تعملي. طيب انا عايزه اقول لحضرتك ان المشكله النفسيه اللي انت بتتكلمي عنها دي كبيره جدا جدا، وممكن تسبب ان انت تروحي للدكتور ويشخصك غلط. فلو سمحتي حاولي تخلي بالك من حالتك النفسيه، ظبطي مودك على قد ما تقدري، اخرجي اتعرضي للهواء الطلق بشكل او باخر، اخراج الطاقه السلبيه او الكبت بكل شكل نقدر فيه كلنا بقى، مش مدام سناء بس، كل شكل تقدروا ان انتوا تطلعوا فيه طاقتكم السلبيه بشكل او باخر اعملوه. لو بترتاحوا بالقران اقروا قران، لو بترتاحوا بالرقص اقفلوا على نفسكم وادخلوا ارقصوا واعملوا اللي انتوا عايزينه، لو بترتاحوا بان انتوا تتجننوا وتصوتوا ادخلوا اوضتكم وصوتوا وصرخوا زي ما انتوا عايزين، احنا كده كده بنصوت، فلما نصوت بفايده اكيد هتبقى حاجه كويسه. لو شايفين ان احنا لو غنينا ده هيطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا نعملها، اي حاجه تطلع الطاقه السلبيه على اختلاف الشخصيات بيننا وبين بعض لازم نعملها، لان الكبت النفسي ده سيء جدا. مش مشكله، ما احنا لو سيبنا نفسنا هنبقى مجانين بجد، فيعني نلحق نفسنا من الاول كده احسن مجانين يعني. وكده مجانين نمشي نجري في الهواء الطلق بقدر المستطاع، يعني اي شكل يقدر يريحك او يريحك نفسيا بان انت تخرج اللي جواك. عيب قوي كلمه فكره ان الرجاله ما بتعيطش، ليه؟ ما الرجاله بني ادمين، مفيش حاجه اسمها كده يعني، ما كانش ربنا خلق لهم قناه دمعيه اساسا يعني، معلش يعني. لا انت شايف ان انت هترتاح بان انت تعيط، عيط عيط لما تخلص كل اللي عندك، هتلاقي نفسك بعد كده ارتحت وبقيت لطيف وبشرتك راقت والدنيا بقت جميله جدا. ففكره تجنب الكبت النفسي والطاقه السلبيه دي يا جماعه مهمه جدا جدا. فكره ان احنا ممكن يعني احنا حتى ممكن بنسمع عن طلبه الثانويه العامه لما بيكونوا داخلين الامتحانات، لا انا بيجيني دايما دور الدايريه او الاسهال لما ببقى داخل الامتحان، ده انا كنت سليم وجالي مغص. ما هي دي كمان يا جماعه مشاكل نفسيه، ده
حقيقي. ده انا عندي مشاكل في العمود الفقري، رقبتي دايما وجعاني، عندي صداع، عندي زغلله، ويروح يكشف ممكن ما فيش حاجه، وممكن تبقى مصادفه ان الدكتور يقول ان هو في حاجه. كل دي مشاكل نفسيه، النفسيه خطيره جدا جدا جدا، وبتلعب لعبه في بتخلينا منتهى كمان نفقد المناعه او بتقلل المناعه، بتبقى الجسم فعلا عرضه لاي مرض. طبعًا. انا معايا اتصال من ايمان من اسكندريه، اتفضلي يا استاذه ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك، اتفضلي. أهلا بحضرتك، منورة البرنامج كله. ربنا يبارك فيك، تسلمي، اتفضلي. ممكن أكلم الدكتورة؟ مع حضرتك. طالب. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، أهلا وسهلا. إزيك يا دكتورة، عاملة إيه؟ الحمد لله، الحمد لله. أقول لك مشكلتي بقى. اتفضلي. نعم؟ اتفضلي. أنا والله متجوزة من 3 سنين، ويعني واخدة جوزي ده عن حب وكده يعني. تمام. فانا كنت بحبه جدا جدا، هو بيحبني وكان كويس معايا، بس دلوقتي بعد الجواز اتغير تماما، ما بقاش يتكلم معايا، ما بيحبش ان انا اساله مثلا انت رايح فين جاي منين كده يعني. ما هو انت ما تبقيش شويش برضه يعني، انت برضو ما دي حقيقه، ما هو انا مش عارفاكي، ده احنا عشره، ده كلام اكيد. انت برضو في الطلعه والنازله انت رايح فين جاي منين، مش تقول لي هو انا مش بني ادم معاك، هو انت مش تكلمني صح ولا لا؟ بصي لا هو لا والله مش قوي كده يعني يبقى ممكن يكون قوي بس مش قوي كده. بصي يتأخر بره، ممكن يتأخر بره، ارن عليه مثلا ما يردش عليا، فاقول له لا انت لما تخرج تقول لي رايح فين، ابقى مطمنه انت فين كده يعني. هي بصي فكره ان انت تقدري ان انت تحتويه نفسيا على قد ما تقدري يا استاذه ايمان. حبيبي انا بقلق عليك، انا على فكره مش منعاك ان انت تقعد مع اصحابك او ان انت تخرج، بس على الاقل قولي انت فين عشان ابقى مطمنه عليك. اشكرك على اتصالك يعني يا استاذه ايمان. فكره ان انت توصلي المعلومه بخوف او بحب من ناحيته ده هيفرق كتير، لكن طبيعي ان هو لما يعني مبدا الرجوله دايما، وده للاسف يعني مبدا خاطئ ولكن ده شائع بالنسبه لنا، ان فكره ان هو حاطط في دماغه ان انا حر، انا مش من حق حد ان هو يسالني انا رايح فين وجاي منين. ناسي فكره ان في شراكه بيننا اسمها زواج وحياه واطفال، فعلى قد ما انت ما هتقدري ان انت تجبريه بالحب وبالعاطفه وبالخوف وبالرعايه له ان هو يقول لك على كل حاجه، هتقدري تكسبي ده. فما تلقيش اللوم عليه هو لوحده، لا اكيد انت بصي خلينا دايما على قناعه بان كل فعل ليه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، فهو عمره ما هيكون رد فعل، وهو مش مجنون، خلينا برضو منطقيين، عمره ما هيكون رد فعله سيء ولا انا ما حدش يقول انا رايح فين وجاي منين، الا اذا كانت قبليها لا تقول لي انت رايح فين وجاي منين. فمعلش خلينا بس بشيء من المنطقيه وبشيء من العقلانيه نحتوي اللي قدامنا، احنا بنتعامل مع بعض كبني ادمين. تمام. احنا يمكن اتكلمنا على عده نقاط من اسباب الخرس الزوجي، فعايزه اقول لحضرتك برضو، هل النقاط دي كلها بتوصل لحالات طلاق مقنع؟ طبعا اخطر انواع الطلاق دلوقتي هي الطلاق المقنع. بمعنى ان في ناس بتحكمها الاعراف والتقاليد بفكره ان لا انا ما بقاش مطلقه، لا انا عندي بنتي يبقى سمعتي ايه، هو لا الطلاق لا هو عيب ولا هو حرام، ولكن فكره ان انا ابقى موجوده في مكان مكبوته فيه، حقوقي ضايعه، مش قادره اتقبل الطرف الاخر بشكل او باخر، هو ده في حد ذاته فعلا اللي بيمثل مشكله كبيره. يبقى الناس بتلجا لفكره الطلاق المقنع ده بايه؟ بان انا ما بنطلقش من بعض، بس كل واحد مع نفسه، كل واحد في حاله، ودي طبعا أسوأ انواع الحياه اللي ممكن حد يعيشها اصلا في شراكه زوجيه في بيت واحد وتحت سقف واحد وفي وسط اطفالنا. تمام. ما انا يعني لسه هسال حضرتك، الحاجات دي كلها بتاثر على الاطفال ونشاتهم وتربيتهم طبعاً. وبتاثر عليهم ازاي؟ هل هيطلعوا معقدين هيقلدوا باباهم ومامتهم في المعامله، ولا أكيد ممكن ينفروا اصلا من الزواج؟ اكيد اكيد. بصي هو اللي انت يعني الطفل بالنسبه لنا زي السبونج بالظبط او زي السفنجه بالظبط، اللي بيقدر ان هو يمتصه من المجتمع اللي حواليه، والمجتمع الاول بالنسبه له هو المجتمع الاصغر والاضيق اللي هو الاسره. هو اللي بينعكس عليه بعد كده. لو الطفل او الطفله شايفين ان ابوهم بيهين امهم، هتفضل البنت معقده طول حياتها وبتخاف من الزواج، ولو تزوجت هتفضل خايفه من الزوج وحاطه في دماغها ان هي لازم تعيش مقهوره لان دايما الزوج بيمد ايده على زوجته. والعكس صحيح برضو، دايما الولد لو حاطط في دماغه ان الرجوله بان انا بشخط وبنطر، انا عايز اقول لحضرتك بالفعل انا عاصرت حالات كتير جدا بسبب يعني تنافر الزوج من الزوجه والعكس، والسبب المشاكل اللي كانت بتحصل ما بين والديهم. يعني ما مش عايزين يتجوزوا خلاص، هم اضربوا عن الزواج اصلا. ايوه. فالمشكله صعبه جدا. طب انا علشان الحلقه خلاص يعني اوشكت على الانتهاء، فانا عايزه احط عده نقاط كعلاج للخرس الزوجي. اول حاجه زي ما قلنا الاختيار الصحيح من البدايه، خلاص ما عرفتش اختار صح من البدايه واتعكينا، واللي كان نحاول ان احنا نداوي جراحنا بشكل او باخر، لان دي المفروض ان احنا متفقين انها حياه ابديه. بناء عليها ابدا ان انا احاول اصلح بشكل او باخر. ما اخدش الطلاق بالنسبه لي مسلك من مسالك ان خلاص انا كده جبت اخري وخلاص بقى كل واحد يروح لحاله، لا احاول ان انا اقف على الاسباب الاول.
ما فكرش ابدا ان انا ممكن مثلا اطلق من فلان عشان اتجوز فلان، هو فلان بني ادم وفلان بني ادم، اذا ده في سلبيه وده في سلبيه. ما فكرش ابدا في فكره ان العشره اهجرها بمنتهى الشراسه او بمنتهى الغدر بشكل او باخر، وانسى ممكن حاجات كتير جدا تكون كانت كويسه بينا وكان ممكن ان احنا نقومها بينا وبين بعض بشكل او باخر. احترم زوجتي واعترف بان بنتي في يوم من الايام هتبقى مكان زوجتي دي، اتقي الله فيها، واعرف دايما ان خيركم خيركم لاهلي. يعني كل واحد فينا حاطط في دماغه ان هو عايز يبقى احسن الناس، يبقى لازم يكون احسن الناس لبيته واهل بيته الاول عشان ينطبع عليه في رزقه وفي حاله. هو زي ما حضرتك قلت خيركم خيركم الاهل، يعني عارفه لحضرتك لو رجعنا بس لحياه الرسول، لو رجعنا للحقوق الزوجيه كما شرعها الاسلام هتلاقي حياتنا اتغيرت كتير جدا. بس كل واحد للاسف بيبقى اناني في حياته، هو بس عايز مش مفكر ان قدامه كمان عايز. انا حلقتي انتهت جدا دكتوره ولاء، بشكر حضرتك جدا دكتوره ولاء شبانه، استشاري الصحه النفسيه وخبير شؤون الاسره والطفل، نورتني النهارده في برنامج انت ثروه، وحضرتك ثروه طبعا ومعلوماتك كلها ثروه. اشكركم مشاهدينا، واستنوني في حلقه ثانيه وانت ثروه.